بسم الله الرحمن الرحيم. هنستكمل محاضراتنا السابقة للإم بي إيه قسم أو تخصص استثمار، ومعايا النهاردة 6 تفسيرات اجتهادية من مجهودي المتواضع عن نتائج حالات قائمة التدفقات النقدية. إن حضراتكم قابلتوا هذه النتائج عند التحليل فممكن يكون أسبابها كما يلي. لو في الحالة الأولى لقينا أن صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل رقم موجب، وفي نفس الوقت أن صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار رقم سالب، ومن أنشطة التمويل رقم موجب، ومن النتيجة النهائية بقى لمجموعة 3 صافي طالع رقم موجب. فيعني ده لو جينا نتكلم بقى على النتيجة الموجبة من صافي التدفقات النقدية التشغيلية، نجد ان المنشأة بتعمل في المدى القصير والبعيد بشكل مرضي. اذا كانت التدفقات النقدية الايجابية ناتجة بالاساس من نشاط المنشأة الرئيسي، طبعا هي تدفقات ايجابية لان التشغيل اساسي، او النشاط التشغيلي ده او اللي هو بنطلق عليه احيانا النشاط الجاري. اذا كان رقم موجب معناه ان المنشأة بتهتم بنشاطها الرئيسي في المدى القصير، وان ده تدفق نقدي ايجابي هينعكس على نشاطاتها الرئيسية لفترات تالية، وبنطلق عليه ايضا تدفق نقدي ايجابي للشركة. بالنسبة بقى لصف التدفق النقدي لو هو سالب، ممكن بينتج السالبية دي ان الان اللي خرج الاوت اللي خرج اكتر من الان، يعني تدفق الخارج اكتر من الداخل في نطاق التدفقات النقدية من انشطة الاستثمار. ممكن المنشأة تكون او الشركة يعني اشترت اصول ثابتة بارقام كبيرة، ممكن تكون قامت الشركة بالاستثمار في اسهم وسندات، ممكن قامت باستثمارات كبيرة في منشآت زميلة وتابعة، أو دفعت فلوس كتير استثمرتها يعني في تطوير منتجاتها، أو شراء براءات اختراع أو علامات تجارية، لوجو أو تكاليف استخراج لبعض الأنشطة. طبعا كل الأنشطة دي هيكون ليها مردود في المستقبل البعيد والقريب، وهتؤدي الى تدفق نقدي ايجابي مستقبلي والعكس صحيح. اذا هذا التدفق السالب اذا كان سببه القيام المنشأة بشراء اصول او اسهم او سندات او فهذا يكون تدفق ايجابي على المدى الطويل، وان السالب اللي موجودة دلوقتي هي تتحملها الشركة في هذه السنة لكنها ستعود بمردود كبير عليها في السنوات المتتالية إن شاء الله. بالنسبة بقى لنشاط التمويل، هنا موجود الافتراض في هذا التفسير إنه موجب، معناها ممكن يكون المنشأة زودت رأس مالها، ممكن تكون اقترضت من البنك، ممكن اقترضت من أحد الشركاء. إذا كان سبب التدفقات الإيجابية دي زيادة رأس المال، فإن المنشأة طبعا هيعود عليها ده بتدفق إيجابي مستقبلي، وبشرط إن احنا نكون عملنا دراسة جدوى اقتصادية لزيادة رأس المال ونتأكد إنها ناجحة. طبعا إن اقتراض من البنوك بيحمل المنشأة طبعا أعباء مالية ربما تكون مكلفة للشركة في المستقبل، وده هنا في التفسير ده معناها ان الشركة عملت توازن، وان صافي التدفق اللي دخل اكتر من اللي خرج ووصلت انها نتيجة موجبة. طبعا لما نجمع الثلاثة صافي مع بعض وطلع رقم موجب معناه ان رقم التشغيل او مبلغ التدفق النقدي التشغيلي والتمويل اللي بيسنده الاثنين مبالغهم قوية جدا او كبيرة لدرجة ان السالبية بتاعت نشاط الاستثمار ما اثرتش. ده معناه امر جيد ان نشاط التشغيل في الشركة يكون جيد، لكن ممكن بقى يكون ان رغم ان هو موجب ممكن يدلني ان دراسة الجدوى لقرار الادارة باللجوء للتمويل من البنوك ما كانش كافي. ممكن برضو نقول ان من ضمن يعني ان الرقم ده موجب من ضمن ايجابياته ان هو بينتج عن ايرادات استثمارات طويلة الاجل او
الأجل، وده مؤشر على سياسة الإدارة. طبعا ممكن نقلق من الموجب ده إذا قارنا بقى السنة دي بسنوات متتالية ونشوف الإيجابية دي، إذا كان الموجب النهائي دوت بيزيد ولا في مدى ثابت ولا بيقل رغم إن هو موجب. طبعا لازم نراعي هذه المقارنات وليست لسنة واحدة. في بقى تفسير تاني برضو لحالات قائمة التدفقات النقدية. في عندي لو طلع صف التدفق النقدي من أنشطة التشغيل موجب، وده هيتشابه في التحليل مع التحليل السابق. بالنسبة للاستثمار لو كان سالب برضو هيتناسب مع التحليل السابق، إن هي المنشأة اشترت أصول ثابتة ودفعت أكتر الأوت أكتر من الإن، وهي دفعت في تدفق خارج أكتر من تدفق الداخل، فنتج عنه سالب سلبية صف التدفق النقدي من أنشطة الاستثمار. التمويل طبعا ممكن رقم هنا في رقم موجب، وده معناها ان رأس مال الشركة برضو زاد، وانها بتزود رأس مالها بطريقتها، وده استجد اقتصادية، اقترضت من البنوك، مولت من الشركاء، ايا كان. اذا كان بقى مجموع التلاتة صافي ده نتج عنه نتيجة سالبة، فطبعا السبب في النتيجة السالبة دي هو شراء اصول ثابتة واستثمارات مختلفة. فطبعا إذا كانت الجدوى الاقتصادية لهذه الاستثمارات والموجودات ناجحة، فإن ذلك سينعكس إيجابيا في المستقبل على التدفقات النقدية للمنشأة والعكس. نشوف مع بعض التفسير الثالث. برضو عندنا النشاط التشغيلي موجب هينطبق عليه نفس التحليل، والاستثمار نشاط من الاستثمار موجب تمام، والتمويل طلع سالب، والتمويل لما بيكون سالب معناه إن في تخفيض في رأس المال، والشركة ممكن تحقق زيادة في العائد على رأس المال لو هي عملت دراسة جدوى اقتصادية ناجحة. طبعا النتيجة المحصلة النهائية لو كانت موجبة فده أمر جيد، بيوضح إن المنشأة قامت بعملية تشغيلية لنشاطها الجاري والاستثماري والتمويلي بصورة مناسبة، وطبعا بتوجب في هذه الحالة دراسة جدوى اقتصادية لقرار الإدارة، إما بالبيع الأصول والاستثمارات أو عكس أو يعني الرجوع عن هذا البيع، ودي تدفقات إيجابية والعكس صحيح. في التفسير الرابع بيقول لي أنشطة التشغيل موجب، أنشطة الاستثمار موجب، التمويل هو اللي سالب، وفي الآخر نتجت عنه نتيجة سالبة. طبعا انا بستعرض بس مجرد افتراضات بسيطة، يعني احنا طبعا في المحاضرات تعرضنا للكلام ده بتفصيل افضل، وعندنا ارقام هتتكلم عن التفسيرات دي وفقا لنتائج هذه الارقام مع النسب والمؤشرات اللي استعرضتها لكم. النتيجة هنا لو سالبة فتخفيض رأس المال ده ممكن يكون نتيجة لإعادة هيكلة المنشأة، وإن الجدوى الاقتصادية كانت ناجحة لكن في تدفق نقدي ايجابي، ولكن هنا التدفق السالب ده يعني او يعني نتج عن التسديد للبنوك، فربما ذلك يشير الى قدره الشركه النقديه، لان في حاله التمويل كان هناك عليها ايه قروض كتير حصل عندها. في التفسير الخامس لو التشغيل صافي التدفقات النقديه من التشغيل موجبه ومن الاستثمار سالبة ومن التمويل سالبة، ورغم ذلك النتيجة موجبة. أنا في رأيي إن التفسير ده أفضل التفسيرات، أو الحالة دي للشركة هي أفضل الحالات مقارنة بالحالات السابقة اللي هي الخمسة اللي فاتوا واللي جاية كمان، لأن هما هنا واضح من البيانات المبدئية إن الرقم الموجب كان اكثر قوة، بحيث ان هو غطى على سالبية النشاط صافي التدفقات النقدية الصافية من الاستثمار والتمويل، وده مؤشر على قوة الادارة وانها قامت بما باتخاذ اجراءات صحيحة. التفسير عندنا موجب للتشغيل سالب استثمار سالب تمويل، بس في الاخر النتيجة دي سالبة، وده طبعا ممكن يكون بسبب ظروف طبيعية زي الظروف الطبيعية اللي احنا فيها دي، وموضوع كورونا ده دي ظروف طبيعية بيئية غيرت في بعض التدفقات
الصفقات الداخلة والخارجة في الأنشطة سواء رئيسية أو استثمارية أو تمويلية، وسبب الظروف الطبيعية دي ممكن يكون في صالح المنشأة مثلا في المستقبل، ممكن إنه يكون ناتج عن ظواهر ظروف قاهرة وتعب، فبتؤدي إلى التأثير على قرارات إدارة الشركة. إذا تفسيرات حالات قائمة الدفقات النقدية الستة ده مجرد اجتهاد شخصي لاحتمالية الموجب والسالف ما بين صافي تدفقات الأنشطة، وإن إحنا لما نمارس هذا الأمر بأريحية أكتر سينتج عنه تحليل أفضل وأفضل وأفضل. شكرا.